الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين بلابينا إن شاء الله تعالى سورة البروج بين بلابينا سورة سورة البروج وسورة مكية مفسرين تقاركودنا وحي الشيقين إن خلاف كتشرين إن أي مكية هاي سورة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج الله وحيري والسماء وحان كدارتي السمدة سمدا سو ذات البروج حدقها الصاحبك أما ذات البروج قريها أما هقق الصاحبك أي نجومت أما حدقه أي مران واليوم ما لنتبان كدارت الموعود لبلن قاضي ما لنت لبلن قاضي وما لنت قيامة وشاهد مد مرخاتي أن كدارت ومشهود أي ومشهود عليه يمد لغو مرخاتيها انكو دارت علماء دا قاركود وحي الهدين وكو كستو مرخاتيها يكو كستو لغو مرخاتي كعي أي مركا عام كتا وكو إطلاقا دارتو بعض أهل العلم وحي الهدين وشاهد مد مرخاتيها انكو دارت بمعنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بو الله كو دارنا ساسي علماء دا قارو فصيران ويا أمدي سوكو مرخاتي كعدونا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ومشهود يمد له مرخاتيه اي ومشهود عليه ومشهود عليه يمد له مرخاتيه امه محمد اما لا يراد الشاهد كو حلوغا جيدا نبي دو دن او نبي كاستاب امتي سو مرخاتي كعيا وشاهد وحك له لو فسر ان لا يراد يوم الجمعه ان كدارت ومشهود يوم عرفه ما انت عرفان كدارت سدا ان لو فسرنا حديث با كو سو اروري وشيغا يا النبي صلى الله عليه وسلم او يري اليوم الموعود ويوم القيامة وشاهد النوحوية ويوم الجمعة ومشهود النو يوم عرفة العلم يقاركونا حديث كاسوا قوي مركز هذا حديث كفصر يا في عن إلا كفصر قتل أصحاب الأخدود ولا نعذري كوي قدك الصاحب كاها أيا لا نعذري جواب القسم كيف علماء قاركود كدغين لكن جمله مثبته الله سغيا مركي نوقتو جواب القسم خاصه فعل ماضي وكلاو نوقدو جواب القسم يعني قد يلان بالقليه لقد بالويده غالبا الله بدا والله اسرائيا ان مد اهان لغو كافتو من وا دحدا مر مركه قاركود خاصه مركه قسم كديرادو waxay nagu tagi doona سورة والشمس إن شاء الله سأساوذ علماء قاركود ويقدرين وحي لهدين معنوه حود عيا لقد قتل أصحاب الأخدود ولقد بيقدرين أهل علماء قاركود وحي لهدين شواب قسم كواب قدرين ومعنوه حود عيا إنهم ملعونون قال ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كقالوا ذي بيننا يساوى قرلن عضري يعني سيد اللون عضلا معنوه دعيا أصحاب الأخدود كو كلا اللون عضلا يغنى اللون عضلا قتل أولا عضلا أصحاب الأخدود كو يقود كو صاحب كابا اللون عضلا النار ذات الوقود كبد الأخدود ككبدلو النار أي النار فيه نار تقود كو سغان أما الضب كقود كو سغان كو صاحب كابا اللون عضلا النار باوحا لغا بدل يا أخدود با لغا بدل يا مرك الضمير بلا قدر يا فيه ذات الوقود ضبك سو ذات الوقود وحلقو هرنا يا لغشد يا حابدا صاحبك اهي يعني حاب بضم بو صاحبها ولا غشدي اذ هم عليها قعود وحلنا عدل اذ هم وقت يجو عليها قعود دبك كركيدا اي فرفديين دبك كركيسا مركي فرديين بلا نعدل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وحي فديين والحال هم يقوا على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وحي مؤمنين تكو السمين ايان اي مرخاتك يهين وقار كود بقارك كلم مرخاتك يهين اما الشهود من الشهود لغا كانوا وحضورك طهرنا ومن الشهادة لغا كانوا مرخاتك وحي فديين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والحال هم يجو على ما يفعلون وحي السمين أيام بالمؤمنين مؤمنين تأيكو السمين أيام شهود مرخاتي أي كيهن وقاركين بقارك كلا أيكو مرخاتيه
أما أي حضور يهين أي تشوقين وما نقموا منهم كمي عيبين أما كمي كراهيسان مؤمنين تاس وكمنعين إلا أن يؤمنوا بالله إن إلهي الرميين موياني وإيمانك استمرارا يانا كسقنانا يانا دائما الله سؤال عزيزك غالبك يقع عن سرية يا الله سؤال حميد أي المحمود كل ما هدنا إياه يعني إله الرميسنان تي الرميسيهين إن يكسقنانا يانا دائما يانا مويانا وحكالا كمي نعين وكمي ديدين الذي له ملك السماوات والأرض الذي كاسو الله بالك صفين له ملك السماوات والأرض سقو كلية أوسقنا هذي عرارك يدل كبيل الشدود أوسقنا هذي وعرارك يدل كبملكية يولها والله إلهي على كل شيء وحك استبع إلهي وحوء هذا شهيد مد مرخاتك أقب إلهي هذا إن الذين فتنوا المؤمنين كوي فتنوا قبي المؤمنين والمؤمنات رق إيمانك ليدمرك إيمانك لبقبي رق يدمرك إيمانك لبا قبي وضبك كقبطي ثم لم يتوبوا انت بددنا أن توبت كينين أو فعل كاحن أن كتوبت كينين فلهم عذاب جهنم يقى يؤسقنا طيوم طيستي عذاب جهنم عذابك جهنم ولهم يقو أصغنا ذي عذاب الحريق عذاب كي وحقوبا يينا يقو أصغنا ذي والله قدت الماما يلا من نوع عذابين بيهي أميدو قبتان كيسو زيادة يهي يعني اللوغة جدا عذاب الحريق أما اللي يلاذو فلهم يقو أصغنا ذي عذاب جهنم يعني جهنم عذاب كيدو وحوق أصغنا ذي بكفرهم قال لمدو دي الدرادين ولهم عذاب الحريق وحان أصغنا ذي أي عذاب بصاب الحريق عذاب بأصغنا ذي كلا قبتان كأي مؤمنين تقبين دراد ديد بأصغنا ذي وحريق لقدت الماما يو قبستي أي مؤمنين تقبين مركا لبا عذاب بلا عذاب يا مد كفر قود يقال لماذا ذا لقو عذاب يا مدنا وحلقو عذاب يا مؤمنين تأي قبين الضبكة كغبتين صانع علماء قار كود بأفصل سيصدح هذا علماء قالوا وحيفصلن إلا إلى هذا فلهم عذاب جهنم وحوسقنا ذي عذاب كجهنم في الآخرة ولهم وحوسقنا ذي عذاب الحريق عذاب وحقبا يأسقنا ذي في الدنيا الدنيا إن الذين آمنوا كوي الرميي وعملوا سميي الصالحات الأعمال الصالحات عمل لذوا وناكسا سميي لهم جنات يأسقنا تي جنوين جنات كاسو تجري أي دردرة يسوى ما يسبين يسوى من تحتها وستيذا الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها يعني درتيذا يقريه ده وستيذا أي سبين أيان الأنهار دردرة أي سبين أيان ذلك مذكور كالصو الشيغي وإن جنات أسقنان أيوه الفوز الكبير وقوشي وينيدوي إن بطش ربك لشديد قبشد ربك أعد قبطا بطشق والأخذ بعنف أما بقوة وقبشد سئة أعد لو قبطا وحليها بطش إن بطش ربك قبشد ربك أعد قبطا ومصدر مضاف لفاعله لشديد ودري إنه إلهي هو يبدئ سقوى بلابيا خلقك أبور كودا ويعيد وسعلنيا وهو الغفور إلى هيوا كدم بداف كبدا الودود أوشعيل كبدا الدومديس مؤمن انت ذو العرش المجيد إلى هيوا كعرشك أصاحبك عرشك وين وكأصاحبك المجيد إلى هيوا كشرفت يكرين تبدا فعال لما يريد إلى هيوا مد السمين بدا وحضون إن السمايه أي السمين بدا يهي فعال ومبالغ هل أتاك حديث الجنود هل أتاك مكويمي استفهامك التقرير بودعي بمعنى قد أتاك حقيقة وكويمي ومعنه دعي حديث الجنود واركي عيد مضو كبدل فرعون وثمود مكويمي حديث فرعون وثمود واركي فرعون يثمود مكويم الدين يعني وكويم الدين بلوشي بل الذين كفروا في تكذيب تاكسو قوري
كوي قالوا بي في تكذيب بين أي حق بين أيام بي كل حسبين والله من ورائهم محيطا وحي بينك سويه والله الحال الله إلهي من ورائهم محيطا حقو دا دنبئو كوبي أو بمعنى عدك بحسن إسائين إشرين إن حاليا لقردقا وابنانت علماء مفسرين تقاركو دي لهدين إن شملع السبب لقردقا أنا وابنانت والله إلهي من ورائهم محيطا حقو دا دنبئ إلهي واكوبي وحلو تشيدا قيس والب إلهي واككوبيو ربي هدو عقاب لدون وكما بحسن ايان بلو تشيدا بل هو قرآن مجيد كسو قرتاسي قرآنكو هو ذو قرآن كي انقن ايسا قرآن وقرآن قرآن كاسو مجيد خير بدن وشرف بدن في لوح وحكسو غيهي اللوح بوكسو غيهي لوحا سو محفوظ لا الى شيء يكسو غيه ولا الى شيء شياطين اسكما طار عنيس ومحفوظ سورة دن سورة البروج وحا الهي كب لا بيا دار ومخلوقات كقار كدارنا وعركو الهي كدارت عرك حدقها وصاحبك ابو ربي كدارت البروج نو حدقها وين موقنيا حبروج لو يلي موقشضا اي موقنيا دراديد قريها دار دير نو لا يلاه دا بروج ولا يلاه دا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وانا أريد تبرج إسلام الددنوي تبرج ومحي قبضوا إنا محاسين تأشير كذا إيا قروح ذا شير كذا أي بندق توموش الصو أي تبرج ليلة دا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى مركا كلمة برج إيا بروج وحيكو ريقا يسمو قشرة حدقها آتك أمو قنايا إيا قريها الدادير إيا بالإلادة هذا وحا اللوتشي ذا حدقها أيا اللوتشي ذا ولبا وحا إلادين علمدو وبعض حدقها كم إذا قارنما اللوغو سيكشي ذا حدقها واوي وحو إلهي كدارتي مالين تا قيامة ذا واليوم الموعود ويوم القيامة وحو إلهي كدارتي شاهد يا مشهود تفاصيل بذنبا كسو قلسي إنو تلماني وبعض كم إذا إنو صو نغلني أهل العلم يقاركود وحا إلا صدن قول باكو تشراه لكن حديثكم حكوفة سري وشاهد إن لو تشيد مالين تجمعها ومشهود إن لو تشيد مالين تعرفا لبضا مال موت ولبضا مال موت أمضا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة لبا حديث باكوس وكلا أرورو مدولي بشيقا أيو مالين قرح الصوب بحضو مالين تعوو خير كبضني إنه يهي مالين تجمعها أما إنه يهي مالين تعرفا علماء وحي الهدين إن لبدا مال موت مدول بلغو شيغي مالين تعوغو خير كبدا مالين قرر حصوب بحضا مالين تعوغو خير كبدنا إسكما هور إمانيا ولبدا حديث اسم الديلي مال ما هويق اتضبدا مال موت مالين قرر حصوب بحضا وحاوغو خير بدا مالين تجمعا مال ما هسنة دوردن مركلا اسكو درنا مالين قرح الصوب بحضو وحوقو خير بضن يعني مالين تعرفا مركو انتا الهي كو دارتاي دارتو وحيو دعيسا قالا دا إلا نعضلي قولا هرو قالا او امدي هرو كم دا دبا دا مركا هل كان قصدا دي لغو شاكا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود قصدا نمان كاسي وحيكو صاب صني نم بقر قالا تشري بقر كاسي وحو لها نم فالي أفلل لو أه ninkii baa gaboobay markaasuu anigu daabaan ahaayee inaan yaro fahmo badan oo bal hadda aan ku baro cilmigaana aqaano ii keen inaan yaro maskax badan baa la soo diyaariyay inankii baa la yiri ka reeb cilmigaas cilmiga laga reebaya waa fal iyo faal wax ku saabsan cilmi khayr lama wa shar inankii baa wuxuu tagi jiray ninkii kaahinka ahaa isagoo kaahinkii ku sii socda ayuu wuxuu arkay وداد الراهب أهو ميل ير إسكاق عبادي سنية أو إسكاق جرا وداد كي كل لحظة وداد كي ماشا ير إسكاق عبادي سنية أيو كل لحظة وإسكاق دقيس وداد كي نوحب أشاك شاك مركو وحب أشاك شاك أيو وقت يدا قاركو كو هبصاما وضيقي كاهنك أها إفلال لو أها با ما قو وحو لاذا حقات كو هبصاما وداد كي الراهب كو أشاك وحو يري يو الله ما قايا وحالي يقول لاذا حقات كو هبصاما wadaadki wuxuu ku yiri haduu falal lagu kumaado ku yiraahdo xaqad ku habsantay waxa tiraahdaa
reerkii baan ku habsamay dhe hadii reerku ku maagaana waxa tiraahdaa waxaan ku habsamay falalowgi waa laga yaabaa shariicadiisu inay taa u banaynaysay oo shariicadeena meel meel dabeynta la baneeyaa jirta waxa ka mid ah jihaadko kale waa lagu baneeyay xadiis waxa ku soo aroway saddex goor in marka beenta la baneeyay almuhim inankii wuxuu sidii yiraahdaba labadabana uu sidii isugu maro maalintii dambuu dariiqu soo maraayay bahal weyn baa dariiqii fadhiistay oo ay dadkii ka baqeen oo la mari kari waayey inankii yaraabaa wuxuu yidhi maanta waxaan kala ogaanayaa falallowgiyo wadaadka ka labada markaa khayrka roon waa ina yaro caruura dhagax buu qaaday oo wuxuu yidhi dhagax yar intuu qaaday ilaahayow haddaad markaa wadaadkaa ka jeceshahay yacnii falallowga oo isagu khayr badan yahay dhagaxaa yar ku dil waa ku tuura baalkii waa dhinta inankii wuxuu gartay inuu wadaadku yacnii isagu wanaagsan yahay qisadii buu u sheegay wadaadkii oo wuhi saasaa dhacday caynkaasaana sameeyey saasaynu dhacday wadaadkii wuxuu ku yidhi inayahow waad iga khayr badan tahay waase lagu imtixaanaya oo tilmaamaya cid kasta oo wanaag la timaada imtixaan waa u imanaya waa lagu imtixaani doonaa marka haddii lagu imtixaano aniga hay sheegin aniga hay sheegin inankii yaraaba warkiisi faafa dad xanuunsanayuu u duceeyaayo biririx nin boqorka la fadhiisan jiray oo indhabeelay ayaa wuxuu yidhi warbal inanka yaree la sheegayaan u taga aniga qudhaydo indhihii waa anigan dee indhabeele aan waxba arkayna inankii yaraabu u yimi markaasuu yidhi ishaafi ibogsi war anigu waxba ma bogsiya buu yidhi ilaahay baa wax bogsiya laakiin haddaad rumayso ilaahay waad iimaan la timaado oo allah rumayso waa ku ducaynaya waa rumaynayaa buu yidhi wuu rumeeyey waa u duceeyey indhihiiba waa u baxe isagoo indhaqabuu boqorkii u tegey boqorkii baa weydiiyey gaalka ahaa boqorkii gaalkaaba weydiiyo markaasuu wuxuu yidhi warsoodigan wax arkaya indhihii ku baxeen markaasuu rabbigay baa indhaha i saaray markaasuu maaniga wuu ogyahay inaan waxba samayn markaasuu yidhi maya adigiyo anigaba allah baa inoo rabbi ah allah ayaa inoo rabbi ah odaygii buu dhibaateeyey markaasuu yidhi xaggaad ka keentay waxan waa inaad sheegtaa rabbigan kaleaad sheegayso oo adigan la yimiye xaggaad ka keentay waa inaad sheegtaa raadka waa inaad sheegtaa oo la ciqaaba inankii yaraa buu sheegay wuxuu yidhi inankaas ayaa igu sababa haa inankii baa loo yeedho markaasuu waxaa lagu yidhi intuu boqorka u yeedhay ayuu wuxuu ku yidhi hadda sixirkaagii ma wuxuu gaadhay dadkii indhaha laa inaad indhaha u saarto markaasuu yidhi may anigu waxma sixro ilaahay baa wax bogsiya inankii yaraabaa la yidhi ilaaba ilaa sheeg waxaad halkaad ka keentay sheeg waa la ciqaabay odaygii raahibka ahaa ayuu sheegay wuxuu odaygaasaa i baray odaygii baa lasoo qabtay ka noqo diintaa lagu yidhi ka noqon maayo buu yidhi mishaar baa lasoo qaado madaxa bartankiisaa laga saaray waa lagu kirkiray wuu diiday inuu ka laabto ilaa laba loo kala riday laba isla eg baa jidhkiisii laga dhigay inankii yaraaba waxa loo dhiibay koox baa loo dhiibay waxaa la yidhi buurtaa dheer la kora buurta korkeeda markaa geysaan hadduu diintaa uu ka noqdo soo celiya hadduu ka noqon waayo buurta ka soo tuura buurtii baa la korsiiyey buurtii markay korka uga baxeen ayuu wuxuu yidhi ilaahay iga kaafi buurtii baa gilgilatay isagii waxba ma noqon iyagii baa ka daatay isagoo iska soconaya ayuu yimi way kan koox kalea loo dhiibay waxaa la saaray dooni yar ama huuri waxaa lay badda bartankeeda geeyaya hadduu ka noqdo soo celiya haddii kalena badda ku tuura badda bartankeedii baa la geeyey markaasuu ilaahay iga kaafi iyagii baa ka daatay doonnidii isagoo iska socon ayuu yimi iyagiina baddii bay ku qarqoomeen waxaaba adkaatay inankii sida loo dilo arrinkiisina de waa sii faafay boqorkii gaalkaabu wuxuu ku yidhi haddaad doonayso inaad idisho sibaad ii dili kartaa sidaasi waxay tahay waa inaad dadkoo dhan isugu yeedho waa tiraahdo cidiyo inay maqnaan ah lasoo wada shiro marka dadkoo dhan laysugu yeedho inaad soo qaado leeb halkaa inaad iga saarto aad tidhaahdo cod la maqlayo bismi rabbi lghulaam rabbiga wiilkaas u rabbiga ah magiciisaan ku dilayaa ama aan ku ridaya leebka bismi rabbi lghulaam saasaad igu dili kartaa buu hadalka caynkaas uu ku leeyahay waxay noqonaysaa min qabiili lilhaam qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxaddathuun fa in yakun fii ummatii axadun fa huwa cumar xadiiska saxiixa ku soo arooray waa ka sheegaya in nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ummadihii idinka horreeyey waxaa ku jiri jiray dad la ilhaamiyo
أمة محمد وكيريه المحدثون كوا لا إلهامية مركا إلهام مصيبة الصواب كي الصحدة أصيبة يا بأمتي هو ركشري كشري تد مركا إلهام نوع سلو إلهامية فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر نبي قوحر صلى الله عليه وسلم أمضى إذا هدي عدي كغتشرتو إذا كغتشرتو عمر حديث كإلهام كوحين أشيغينا وحلقا يا بادتك قاركودنا إسيرهدان إنن كان السلوك كغرتي كيفية نوع سئل لقد لك مركا إشكالك وحكا قبحيا مركا الحديث كاس إكتوت المامية قد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون بغركي قال كاسيدي بويالي وحكرنا لنا إياك مفكرين تتكيبوا رسوس الشراء ولا سؤروري إنن كيرانا ولا كان سيديبوا مركا وحلابك إنتو الصوقة ذيري باسم ربي الغلام لأن الله بكي بكل رفتا هل كاسوكا قدعا هل كادفوركا أكتيسا أيوكا قدعا ليك باكيمي قعنتو صاري إنك وادعي تتكي هل مربي وحي كل واقين آمنا برب الغلام ويلك ربي قيبا نورهمين كي أربي قاهبا أنغنا نور ربي أه إنن يربي مركا لدي باتيسنايين ويسلهاين ساو قشان دادكي ومركا كل واقين آمنا برب الغلام وحي نغطي دادكي ومركا وحوي وإن يعني مركا لغغبتا ألا عذابا ألا دباتيا سي وحوي أي وغن نغضان دين تاس عقاب ليسكو عقابتي وقدر نايد بيكو عقابين وحي يلاهدين قدد قضاء قدكي بالا قضاء حابا لغب وحيي ضبا لغشيضا وحالي دادكان هلا صور رياه هلا صوقبتو كي كان نقضي هلا سيدا يو كي كان نقوم وايا رمينتا ويلاهي رمي يي كان نقوم وايا دبك هلا قريدو وقود كان دبكو كبوحي حابدا اللي قبوحي الله الشيطي اقلولي وحق الصدى اللقاء قادنا يا قالوا عدة مؤمنين تاينين السينة با كود دورين حكتن ما ينين كود دورين قرابن ما ينين كود دورين بلن بينا كو إلالي سينة با كوما إلالي يا واحترالوا أي مؤمنين أقليان مجرو لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة با الله يري وددك أي سكبلتك أهايين أي قرابة أهايين إحكتدو ذا أها إدرسكو ذا أها أي مركا دبكو قبيان دب قصة ذا وحا لينوغو الشيقية واتصال لينوغو تصالينا أيوه إن دين تلقو السقنادو لقو دقنادو حقا آن عد النبلو قتل وحي أرنشر العلماء ذا قاركو ذا القصص جنود الله قصو ينكو عيدم إلهي يعني داد فربضو وحا لقايا با قصو ينكو إنا الساميسو الرياديسو si aan wacdiga kale u saameeyneen ba laga yaaba qisada marka loo sheego inay qisada u raadiso laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab marka qisoyinka wax lagu cibra qaata ku sugan marka waxa la ino tilmaamaya diinta in lagu sugnado oo aan diinta laga tagin ciqaab la ciqaabo ama la dhibaateeyo in aan looga tagin ee lagu sabro sida dadkaasi ba ugu sabreen ee diintii ugu adkaysteen waxa kala la inagu tilmaamaya gaaladu siday mu'miniinta u naxabtahay waxa kala la ino tilmaamaya ilaahay dulqaadkiisu siduu u weyn yahay awliyadiisi iyo dadku jeclaa iyagoo sida u gubaaya ayaa iyagii ay ceeshayaan oo arzaaqiya ya oo seeta dheereynaya inna allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yaflituhu ilaahay ruuxa dhalim ka waa u kaadiya laakin markuu qabto ma siidaayo haroobku inuu buuxsamo bal la sugaya saas yadawi waxa uu allah ino sheegaya hadaba kuwa mu'mininta sida u gubayay haday ka toobad keenay waayeen oo sida ay ku dhinteen inuu ilaahay cadaabay innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq fatanu ulamada qarkood waxay raadeen yaani imtixaanka loo jeedo لكن سيدا قويقا اي وحيتها اي مفسرين تبادن كودونا اي مرين فتنو ان لوغا جيدا احرقو قبي ويا معاني ذا اي لادا هاي فتنا وحكم ذا قبي تانكا مركا فتنو المؤمنين بمعنى احرقو المؤمنين بالنار ثم لم يتوب بالا رأي ولما ذا قاركود وحي الهدين بل وحد اكتا الدلقات كي الهي اك اولي دي سيباي قبين مركا سو الهي هدنا التوبت وتلماما يا هدى التوبت كين الهيين الدين لها بل عفوك إلهي حلمك إساءك
ولهم عذاب الحريق وحلقت الماما يا قبتان كي مؤمنين تأي قبين عذاب كليكو يالنيا بعض أهل العلم ويقو يريوات شران الدنيا ذا اللفتي ذا عذاب وحقوبا يا أصونا ذي وعلماء قار كتبا قصة الشيكي إنك استو قصة سي أين قوي أهين قصة سي وحي الشيكي سا مركي قالدو أي داواني سي قالدي واوينيد كراستا أي دولدك طي أو يعني مركا قدك مؤمنين تلقو قبا يو أي داوانيين aya dabki markii dambe soo baxay markaas u deedna yagi gubay markaa adduunyadana cadaab wax gubaya usugnaadayo denartiba lagu salida culimada qaar baa sidaa yiri qisadaasi haday usugnaan lahayd tafsiirkaasi wuxuu noqon lahaa qawi laakiin qisadu ma usugna ilaahay wuxuu ino sheegay cidii iimaan iyo amal saalix ah kulan satay inay jannat yeelanayso ayaa leeyno sheegay iimaanka waxa soo galaya arkaantii iimaanka oo dhan wax kasto sharciiga lagu waajibiyo in la rumeyo wa inay rumeyaan أركان الإيمان كاللحدة أهيد باوغهرية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تاسوا أصوشي إيمانك لكن شيء كستو إلى هاي واجبية إلا الرمائيو باي الرمائيين عمل وناك سنوا لي مادين عمل كالصالحة علماء وحي الله والشرطة الله والشرطيها لبضى الشرط وأما حي والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاص العبادة لله إن إلهي عبادة الله صافي له الله برحتره وكل يقول لعابده أن عيد الله قول لارين أن عيد الله لعابد أن عيد كلا عبادة الله يسكت السن الله إن لقول رالي قلي الله قول دواده كل يلو قد شرط الله بادو حوية ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن رسول كلا راعه ووحى الله لقول عابده يا أيتا يوح رسول كلا قال كل مي هذه إخلاص لوايو شرك بايمي شرك قنوا باطل هذه متابعة الرسول لواينا بدعاتمي بدعاتنا وباطل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بالنبي صلى الله عليه وسلم قف كي عمل السمائية أن أمرك يقوى فقصنين عمل كاسي ومدل قول ردين أيان لقى أقبلي ما لقو علني لقى ما أقبلي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء سمدان كدارتي سمدا سو ذات البروج حدقها وين موقنا يا الصاحب كأبان كدارتي واليوم ما رنتيبان كدارتي الموعود لبلن قاضي ويوم القيامة وشاهد من مرخاتي أن كدارتي ويوم الجمعة وما رنتجمعي ومشهود يمد مركا لقى مرخاتي هيبان كدارتي ويوم عرفة ومن الشهادة إلا قص اشتقاقه أما ومشهود أي ومشهود فيه طوره وحين نقول يسوى مشهود عليه من الشهادة ومرخاتيها مركا لقصوا دمبر مد لقوا مرخاتيها ومشهود أي ومشهود فيه يمد قديه صلى الصو حاضر أيام كدارته ويوم عرفة سد حديث كوكوف السري قتل أصحاب الأخدود أي إنهم ملعونون قال ذا النبي محمد بين نيسى صلى الله عليه وسلم وقار لن عدليوي قتل أصحاب الأخدود ولن عدلي كوي قدك أصاحبكها وقدك مؤمنين تإلي كقبان أي أقضين هابوين بي السمعيين حابف ربضن بي كبوحيين ضبي كشدين مؤمنين تبعدك قريا قتل أولا نعدلي أصحاب الأخدود كوي قدك أصاحبك أما هبت وين أصاحبك هبا الله نعدل النار أخدود كبدلو النار أي أصحاب النار كوي دبك أصاحبك هبا الله نعدل أي في يعني دبك أصوك أصوغن أما حال دبك أصوغن يهي قدك أصوغن دبك أصو ذات الوقودي حابضة فربضان اللقو الشداء يأصاحب كأهيد يعني وحلوغة شداء الوقود وما يوقد بها ووحي الدبك اللقو هرين يأللقو الشداء يوحابضي وقود يوقود باكلة شري لهدين أهل العلم يقاركودو وقود نو حابضة وحلقو الشداء وقود كونو حوي و يعني هرين تمرك الدبك الله هريو الله الشداء اللفتيد ومسدركي إذ هم عليها قعود وحلنا عدلي إذهم عليها قعود وقت أي كركيد فديين وضبك مؤمنين تلقوا قبايو كركيد بمعنى أكتيد فديين يدي ملبا لو قضوا ويخوصيسا
يقول الدوش مركز إسقى أجار كيا حق صرنا نقنيسا أي فديان وكذاونا يا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود على دعوة علماء قاركود وحي لهدين وبمعنى مع الشهود مركز حضور لقف السيره على هذا مع الله فسري وحمعنه دعيا يقو كوا دبك وحكو قبيا قال هذا أهي على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود مع ما يفعلون بالمؤمنين الشهود أي حضور وحي مؤمنين تكو السمين يان لتشركو دوا قار تشوغ وان مخنين هدي شهود كمن الشهادة عمر خاتيقيا لقو فسرنا وحي نقنا يسا على دوين الشهود كتعلق وحائي مؤمنين تكو السمين أيان وقار مرخاتك أقوي يشهد بعضهم على بعض مركز قار بقار كم مرخاتي فريا وكم مرخاتي كعيا ولي ولي سيورا كسنبو أقلع يا هبل ساسو مركز مركز أقلع ساسو حقوق عقابي وما نقموا منهم وما نقموا كمين نعين أي وما عابوا منهم مؤمنين تا كمين نعين أما كمي ديدين مؤمنين تاس وما أنكرون والغفصر إلا أن يؤمنوا إن الرميين مويانو إيمان استمراره بالله الله الرميين مويانا وحك لي كن عين مجرته ولبا هرئنا إيمان ولي مادان وحي كن عين ماها وإن إيمان كاستمرار يانو دائما يان كلي يكون عيان ويسك إلا ويان هذا إيمان كالنقضان اللهم أرانا يمر إنا إيمان لاتمادين باليدو كعقابيا إلا أن يؤمنوا حمداري الله كان استمرار كإيمانك يدائمتان كإيمانك أي دائما ينكلي إني تاي وحي كنا عيان بلت الممي الله سؤال عزيزك غالبك عن سري أيها الشيء لم يدئان وشري الله سؤال حميد أي المحمود كي لما هدين أيها أما هذا متيستي الذي كاصو له إسقع يؤسق أنت أي ملك السماوات والأرض عرارك يدلك بيال الشدود أي أسق أنت oo isagu todobada ciriya todobada dhulba leh oo mulkiya marka waxa la yiraahdaa siiqadan oo kale wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi ta'kidul madh bima yashbahu ad-dam amma antiba waxa lagu adkeynaya wax dhaleecayn shabaha oo waxa laga tilmaamaya inaba wax lagu ceebeyo nimankaasi lama iman kaanahu in la yiri hadii laga tagi waayo allah bay rumeyeen intaas haday inay ceeb noqon ceeb kale ilaahayeen ma jirto di allah in la rumeyo ma ceeba مايا ومدح وأمان مركا وحلقات المامايا وحدن بيوني من كان لقوع قابي إن نبأ إن نجري والله إلهي على كل شيء شهيد وحكا استبوا حكوة هذه مرخاتي من أقوى مرخاتي كأوي إن الذين كوي فتنوا المؤمنين والمؤمنات قبي رقا يضمر كإيمان كالقبي ثم لم يتوبوا انت أدبادنا أن توبت كيرنا صدا كل انتهي مركي قبين الدنبقاء يجريم ذا وين لي ما دين أنك توبت كيني فلهم عذاب جهنم يقوي أسقناتي عذابك جهنم ولهم عذاب الحريق يقوي أسقناتي عذاب وحقوب يؤقب تانكيس الزيادة أما عذابك جهنم أسقناتي قال لما دي دراد دي دبوغ أسقناتي وحانا أسقناتي عذاب با أسقناتي بصاب الحريق قبستي أي مؤمنين تقبين دراد دي دبوغ عذاب أسقناتي لابد وشيك ورافي عنه وإن له لبا عذاب با أسقناضو عذابنا وعذابك جهنم مدنا ومدكلو عذابك جهنم وحوا قبياي قبيتان كيسو زياديه إن الذين كوي آمنوا الرميي وعملوا السميي الصالحات عمل لذوان وناكسان سميي لهم جنات تجري يغي أسقناتي جنوي تجري أي دردر أي سامع أي سبين أي سمين تحت يهوستي ذا الأنهار دردر هذا أي سبين أيان كو عانا كو بياء كو مركا خمرئة يعني وحوي وهكذا كوا ملبأه يعني وحوي دردر ربض ما صبيني أنهارها من غير أخدود جرت دردر هذا شنذو يعني قدد يجان شيحين أي مركا دردر يانو صبيني دردر هذا الدنيا ذا بيها مركا الدنيا ذا مروح اللي يقانا ميل بي شيحدانو أي قدان يا أنهارها من غير أخدود جرت دردر هذا شنذو يعني دول كم شيحية سبحان ممسكها من الفيضان وحمان كان نزهان وكدير لها كهي إنه يصبر قضا ماشي دونان بي لكوريان سيدي دونان بي يقصعون أيان هدي دونان فوق يدا شنضا وصر ريي لكوريان ذلك الفوز الكبير كاسوا قوشي الكبير وين دا بضني إن بطش ربك قبشد ربك أعيد قبتا أعقابك قبتا
ومصدر مضاف لفاعل لشديد ودرن يهي بطش واصف إلهي إنه إلهي هو يسوي يبدئ وبلاب يا خلق يا أبو ركودة ويعيد وسوع لنيا وهو إلهي الغفور وكدم بداف كبضن الودود الواد لأوليائه شعل أتشعل كبضن أولي ديسة أما الودود المودود لتشعل يهي لبدا تفسير بمعنى الفاعل إن لو فسر أرجحه أود إنه إلهي كدعاي يحبهم ويحبونه ذو العرش وكعرش إلهي وصاحبك عرشه ومخلوق مخلوقاتك وصريه وين وي المجيد إلهي وكا كرين تأي الشرف تأو صاحبك أي خيرك بضل المجيد نوال الأخرية وقراءة كل السبعية تاسنا وحين نقن إساء إن عرشك لغسي فينا وعرشه إنه يهي مت كرية ومجدي يسو مركا ويهي مت شرف بضل ومركا إساء مركا كرية وي فعال لما يريد إلهي وامد السمين بدن وحودون السمين بدي آيات وحي دليل تهي أن أفعال الله معلقة أما متعلقة بإرادته إلهي أفعاشي سوحي كتعلق دا إرادتي سيدون استيس هل أتاك مكويمي حديث الجنود إذا ماذا وركودي مكويمي كبدلوا فرعون وثمود فرعون يا ثمود وركودي مكويمي وفرعون معي دماس وشخص كلي ما هدي لك لبدل يبدل كل من كل أي تهي سيدا فرعون جنود اللوغة بدليا لبس يدو ايو إلا يهو من باب حذف مضافه جنود فرعون معنى هو دعيسا من باب حذف المضاف عيدا ما دي فرعون أما إلا إله دو فرعون بالا الشيء قال لك فرعون رمزي وحوكي هاي عيدا ما دي سيودان إنو متلي شخصي هاندي سلو متشيد مركا ويسوا فقس بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا كسو قرطاس يكوي قالوبي في تكذيب بين حق أي بين أيام بي كل حسقيهن كأنهم أي بين أنت أي حق بين أيام أي كقر قومين وقيس والباقي كحكتو ضرف أي كل حشران وكلايتا يا تكذيب بي كل حسقيه يا من القرن إلى القدم يعني السيدة مركا كفر قودية تكذيب كودو بطالة قتل مامي والله إلهي من ورائهم محيطة حق قود الدنب إلهي وأكوبابا وحكو كوبا بالعلم والقدرة وقال إيا أود بإلهي وأكو كوبا وحلوش هذا من جميع الجوانب إلهي ككوبا لكن من ورائهم محلوش هذا مركا عيد مركا عيدا يكبق إيساء أي كتما أدو ما شيء عررته وحق الدنب دي حق الدنب بحد الله كوبا وأن الله بحسن كرين شي هو ينكي كلاو دنة إلا كوبا وكذا المس مركا وحلوش هذا من جميع الجوانب قيس والبا إلهي وأكو كوبا اللوش هذا علم إيا قدرة نكو كوبا إلهي كبحسن مايا بل هو قرآن مجيد كان أو قرآن كأي هو قرآن مجيد مركز شرف بضن أو خير بضن في لوح لوح بكس غيها اللوح حصو محفوظ لا إلى شيء بكس غيها واللوح المحفوظ ك يعني مركز يكوية لقرآنك وحاو قدن بأي سورة أولاقو ختمي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قرآنك هو قرآن شرف بضن أو خير بضن وحانو كسوغيا هاي اللوح لإلاليي لوحا سوى اللوح المحفوظ وحلقا إلاليي زيادة إيا النقصان وحلقا إلاليي الشياطين بألقا إلالي مركا قرآن كو إنو اللوحا كويا اللو هو إلهي إنو الشاقي آيات كرانا إلهي وحينو قشاقي وإنه لفي زبر الأولي قرآن كو حكسوغيا هاي كتبتي هوري مركا آيات دو إلهي كشاقي قرآن كو إنو كتبه هوري كسوغيا هاي يا آيات دانو إلهي كشيغا إنو قرآن كله حل محفوظ كسوغن يهي علماء دو وحي لهان لوان معنى اللوغة كلتشيدة وقرآن كو إساقو دم يستران كتبه هوري هدي توراة تهي هدي إنجيل تهي هدي زبور تهي هدي كتبك لو النبي اللغو سودة چيه تهي كما وضا سوغنين إلا هدو كتبها هوري كو وضا سوغنان لها وحي نغن لها ين كتبها هوري إنا يكفض لبدنهم بين نغن لها القرآن كيوردنا إنه كتشره زيادة كلنا أي كسوغان تاي مركا قرآن يزيادة إنه يهين باكدالان لهاي كتابك قرآن كنا كتبتا إساقا أوغو فضل بدنا أوغو مدنا هدو دمانتنا كتبه هوركو وضا سوغنان لها دي قرآن كان أوغو مدنا دين كو قرآن كينا كوب صدي ودمان أوكو وضا تشره زيادة كلنا ودرادنا كوب صدي بأفضل نقل لها علماء وحي الهدين وإنه لفي زبر الأولين وحلوغة شيدا شيغست قرآن كلا شيغا إيو
oo sharaftiisa laga waramayo guud ahaan baa kutubaha hore ku taalay oo ku sugnay ee quraanka oo dhameystiran kuma wada sugnayn oo tawraad kuma wada ool oo injiil kuma wada ool laakiin waran quraanka laga waramayo sharaftiisa iyo fadligiisa laga waramayaa ku sugnaa kutubaha hore laakiin aayadan uu ilaahay yiri bal huwa quraanun majid fi lawhin mahfuz قرآن كو دمايستيران با لوحول محفوظ كا كسوغان او كو يالي اما ها وران قرآن كا لغا ورام ايو شرفتي سيا فضلي سيا لشيغا ايا كلي انو كسوغنا لوحول محفوظ كا قرآن كو كاملو دمايستيران با لوحول محفوظ كا كو يالي سيدا لوغا چي دا واساس والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك